في هذا الفيديو غادي نشوفوا احسن 10 ديال البيوتا ماركاهم المنتخب الوطني في كاس افريقيا كاع كؤوس افريقيا اللي لعبوا فيهم نوستالجيا. شباب غادي نبداو البيت العاصر ديال العلودي في لاكان ديال 2008 ضد ناميبيا. تفرجوا فيه. مشى معروف بالفرحه ديال الجيران. شي كان حضر جول راه ماشي قرصها راه دير لي هضره على هذا راه واعطيتها على علودي كيجيب لي البيوت هذا وقلاده راه فهاد المسلسل كان ماركي تسد البيوت كان ماركي الهابط اللعابه المغاربه اللي ما خداوش حقهم. شباب بي التاسع ديال يوسف النصيري ضد طوغو في لاكان 2017 سير النصيري سي كي دارت تنقص قدام يدو يتشاف دار واحد البوربون خلات البوربون وبعيدة صاحبي بعيد طق واحد بالنسبة للهدف الثامن الشباب سجلوا اللاعب الجزائري وما ادراك ما الجزائري ذكريات واحد الماتش ما عمره ما يتنسى في التاريخ الكرة المغربية المغرب الجزائر لاكان 2004 شباب اشواط اضافيه وماركا الجزائري وصل الماتش تمتع شي مزحنا وصافي ضربها من بعيد كيبانوا لي جوج مدافعين غاديين امريكا الى موروكو كلشي شراها لا ديال كان ديال لا ديال لا راه زعما راه نقدر نزيد في قصير البيس اللي نموت عاد نشوفو عاد بزاف كان شويه آه. على لافور اي 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 معنا برافو زوين شباب غادي نبقاو في نفس لاكان ديال 2004 واحد الهدف اللي كرجعنا ليسبوار البيت ديال المختار ضد تونس في لافينال ديال لاكان ديال 2004 ديك تيت بلونجون ناري كلشي تهز فهمي لا لا كنت جبت هذاك كاوتاري لا بقيت عارف راه مقر قوري قوري شوف شوف بديت كتخدم شكون هذا السري وي حجي ولا حطار شباب البيج رقم 6 غادي نبقاو في نفس لاكان اي جو بونس في نفس اللعاب يمكن ياك اوكي مختاري في لاكان ضد مالي 2004 او كوفا ما خلاش يجري
نورمال دوز فوق الحائط ضرب جات لكم شي الاخرين مشاو كيجريو جوج كيجريو وسحب لهم يباسيا شي هذا دوما على هذا ديك الفرحه شي فرحان يا سلام واو نيبت شباب المركز الخامس ابو شروان ضد غينيا لاكاب 2008 واحد القنبول ما معروف ابو شروان تشيله ديالو شوف وصلنا دابا للتوب 4 غادي نرجعوا ايام زمان المنتخب ديال 98 بالدير بهجده زامبيا خليكم تشارجوا يا ماش كان عندنا منتخب واعر 98 بحال لبس الواد النعاس ضرب ضرب على الفرحة ضرب أيوا هذا جا كان مسطح أنا مراكش فيه أنا مراكش جا جا دبروه يعني خطر البيج واو هذا البيج فاش كيفكركم إلى لعب كيما غادي بحال هكا باصير كان هو السوبر ستار ياك شنو كيكون واحد اللعيبه كانوا مخرجينها عليه تكون انت واحد اللعيبه كانوا مخرجينها عليه كيبقى يقولوها دائما انا باصير اه ما عرفتش عرفتي ما عرفتي كانوا كيقولوا شحال هادي باصير باصير هذا اخذ عليها كاين حرام عليك هذا الاخر الصغير راه كنعقلها شباب وصلنا للتوب 3 هاد البيت سبيسيال ديال بصح الدراري عرفتي علاه حيت بيه ربحنا لاكان لاكان الوحيدة اللي عندنا البيت ديال احمد بابا تماركا في 1976 جو بونس بزاف ديال الشباب راه ما عارفينوش ما عمرهم شافو اكتشفوا جماعة سير البيت اللي زاد صاحبي لاعب يا كورة اش تما كتسمع كورة فين حبست بحال الكول ضرب شي واحد الترفيقه ياك بحال كنقال صدم نزيدو في الزمن الشباب ونمشيو ل 2017 الهدف ديال العليوي ضد الكوت ديفوار لا 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 راه كيمكن يزيد هذا ديال بحال ديال البهجه غير هو بعيد شويه هذا جاني صعب شويه بهجه جديد واو واو عالمي سي دار واحد الفانز عاد صافي راه شوف راه باش تضرب ليا بيجي بحال هذا على الكوت ديفوار دابا حنا ما كنهضروش على فرقه صغيره الكوت ديفوار راه صافي ماتش مهم باش تضرب بيجي بحال هكا شباب دابا احسن بيت اللي اختاريناه كنظن كاملين كيعرفوا كلشي كيساهم لا كان ديال 1998 بيت ماركا في الدقيقة 90 ديال حجي ضد ماصر سيزو ضربة من قاس حجي خرج عليها غنية لا خرج يلا طلع شنو
ولا 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 كل سيزون تاريخ دقيقة 90 شفت فرش والنية فرش ولي ولا خويا راه فرقة كم قناة البيت هو اللي بصم اسم ديال الجيب تاع الكرة سورتو عند المصريين راه المصريين دوك الناس اللي اجر كيعرفوا الجيب مزيان زاد بدا البيت حيت راه شوف عقدهم هنري ميشيل رجع سفيان انت شير ليش مدرب شاد على وكار مدرب شحال هادي هادي مدرب اصاحبي في وسط التريبيون شايف مدرب شحال على وكار الحاج اللي راه البيت هادي راه ضروري نتعلم على هذا البيت صاحبي عرفتي راه اونغي ميشيل شحال عليهم كار زعما هادو اي 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 زدت بقايا بدا الدريب الاول يا كلشي اللي كان الشباب المهم نسينا شي بيت خليونا في الكومنتير انتم الشباب خليونا الترتيب بيرسونيل ديالكم عاودوا خربقوا انتم البيت وحطوا لنا داكشي على حساب الرؤيه ديالكم حنا حطينا لكم على حساب الرؤيه ديالنا دونك هادشي اللي كاين لكن قريبه لكن قريبه الدراري هذا موفق ان شاء الله نشوف ان شاء الله شي بيت نزيدوه هنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يلا شباب وعدونا في لكن ان شاء الله تهلا